مقضي لي اياها نوم وسهر وميدان خيل. لك الله يخلينا اياك ويديمك فوق راسنا يا حق. والله يا ابن الحلال خيره ما في منه، بس ما بعرف ليش انت بتضل ظالمه. ان شاء الله اكون انا غلطان، شو بزعل؟ ايه لقوم شوف مين. مين؟ انا ام شاهر، افتحي ام خيره. ابو خيره فوت على الاوضه، جاي لعنا حريم. ام شاهر العياش، وشو بدها؟ ومن ايمتى في زيارات بينه وبين بيت العياش؟ لك هلا من وقتها، فوت على الاوضه، مو حلوه الحرمه واقفه على الباب. الله يسلمك في أمتك. أهلا وسهلا. الله يسلمك. أهلين أهلين فهمية. أهلا وسهلا، كيف حالك؟ مشاهد الله يحميكي ويحرسك. كيفك فهمية؟ يا أهلين تفضلوا تفضلوا. تقبل قلبي هالطلة ما أحلاها. أهلا وسهلا، تفضلوا على المضافة. يلا نور البيت والله بأهله. يا ميد اهلين وسهلين، تفضلوا على السطر، صدوره للبدوره. يخلي لي اياك تقبري قلبي. تسلمي. والله انت صاحبه ملء واجب يا ام خير. الله يخليكي. هيك ها خلينا نشوفكم. والله انتو بالقلب يا ام خير، بس الله يلعن الشيطان. ايه والله الله يلعن الشيطان. شو وينها سعاد؟ وين راحت؟ راحت تغلي لكم قهوه. سميحه يا سميحه، يلا خلصيني. ليتني هاي عم اجيت اجيت. شو وين وضع؟ قال ما بده يروح. شو ما بده يروح يعني؟ ما انا المشوار كله عامله مشان يفرفح عن قلبه. وضع؟ ايه يا بي. يلا يا بي مشان تروح معنا يلا. لا يا بي روحوا انتوا، انا بضل هون بدير بالي على البيت والحاصل. لا يا بي ما تكلم، ديبو رح ينام بالمضافه. وبالنسبه للحاصل انا وصيت دعاس والشباب يديروا بالهم عليه. بقى يلا البيس وتعا معنا الله يرضى عليك. طيب يا بي روحوا انتوا، انا بلحقكم على الفرس. لا تعوق رضاي عليك. ها خلص يا بي ما بتاخر. سميحه ملي السك يا بي. حاضر يا بي. مخيرو يا مخيرو. ايه ابن عمي. بدك شي من السوق؟ انا رايح. جبنا معك شويه لحمه خرش الكبه. ماشي. شو بدها مشاهير؟ هذا مشاهير جاي تخطب سعاد لشاهير. شو؟ مين قال انه عنا بنات الجواز؟ ما بدي وطي صوتي. فوتي لي لك كلمتين ورطرطها هون، ما عنا بنات الجواز. والله يا عم خليك يا رجال، بس ايدك استغنى بهالفضايح. روح روح الله معك. مين؟ وشو بدها الاخرى؟ شو بعرف؟ روح قلعها هيك يا عمي. أنا فايت على غرفتي لبين ما افتحي لها الباب. مرحبا. أهلين أهلين وسهلين أم صفوان. أهلين أم خيرو. كيفك شلونك؟ أهلين الحمد لله. تفضلوا أهلين أهلين. شلونك حالك؟ منيحة. شلونك؟ وشلون خيرو؟ الحمد لله. هو بخير وأنا بخير. يبعث لي حمى. ما لا قصة غيركم، بتموت على سيرتكم. مالك علي يمين، مالك علي يمين، صار لي يومين عم تنق علي. بدها تجي لعمكم؟ يا ميت اهلين وسهلين، تفضلوا على المضافة. مشاهر عنا هي وبنتها. هي كمان مشاهر هون. ايه الحمد لله، يلا منكسب شوفتها. اشتقنا لها، صار لنا زمان ما شفناها. تفضلوا تفضلوا. اهلين مشاهر. اهلين ام صفوان. والله اشتقت لك. اشتقت لك العافية وانا. اهلين خالي. اهلين فهمية. تفضلي. الله يزيد فضلك. كيفك سعاد؟ منيحة خالي. يو ليش زعلانة؟ لا مالي زعلانة. عيونك مغرغرة. ما فيها شيء، كانت عم تقشر بصل مشان هيك عيونها مدمعة. يلا بالإذن. قاعدين ام شاهر لسه ما شربنا الشاي. تقعد عندك العافية، شايتكم مشروبة. كفيتوا ووفيتوا وكتر خيركم. تعي لعنا ام شاهر. ان شاء الله ان شاء الله. ام شاهر والله ما شبعنا منكم. حبيبتي تسلمي. تسلمي خالي. الله معك. يا ترى هي اكيد جايبه بنتها تتحشى بمناخير مخيره. العافية يا مو.
أهلين يا مو، الله يعافيك. أهلين. شلونك رمية؟ الحمد لله. إيه يا مو، رحتي على بيت أب خيرو؟ يا مو، ومحتي أكل لأخوك. حاضر يا مو. ما جاوبتيني. عن شو يا مو؟ رحتي على بيت أب خيرو؟ إيه رحت، بس البنت ما عجبتني. ما عجبتك؟ كان طاير أعلق فيها، هلا صار ما عجبتك؟ قولي ما رضوا يعطونا يا مو. لا تقولي ما عجبتك، خجلوك أمي. قلت لك ما تروحي، ما صار لو رحتي. وشو فيها يا مو؟ كل الناس بتروح بتخطب من عند بعضها البعض، بعدين بالنهاية تعبرني كلها اسمي ونصيب. بس وحياة عينك لأخطب لك أحلى منها وأكمل منك، بس يضرب قلبي عليها. يعني كانت هي وأمها طاير عقلهم من الفرح لما عرفوا إنه نحن رايحين نخطب من عنده. شو هالحكي؟ يعني البنت كان لها خاطر؟ أي والله يا أم، هيك أحسيت. وأمها ما صدقت. معناتها بس أبطمز اللي ما كان رضيان، ما هيك؟ وشلون صار أبو حدو معك؟ والله يا أمو، أبو حدو ما في منه. أي والله ما في منه. بعدين يا بنتي، الحياة بدها مسايرة، والرجال شو بده من الحرمة غير إنها تمشي مثل ما بده وما تخرج عن طول، وتعمل له لقمة طيبة وتحاكيه كلمتين حلوة. بس هيك يا مو؟ إيه بس هيك يا مو. شو لك يا؟ يعني ما بده إياها تجيب له أولاد؟ انت على لسان اللي إلك الواه الواه بسبع شطلة. إيه شو حكينا يا مو؟ يعني إذا ما بتجيب له أولاد بده يتجوز عليها، مو هيك؟ لا، ومرتب الأوضة لأخوكم. يا مو. نعم يا مو. شو صار بالمشوار يلي كان بعتنا عليه شهر يوم إجا أبو حدو ورجع لي عبيتي؟ يا مو هلأ ماني فاضي، نحكي بعدي. ضبي لي لسانك، ضبي. حاضر. فهمية؟ شو؟ سكي. يو، شو هذا؟ حلق ذهب، هدية مني ومن أخوك أبو حدو. عن جد؟ إيه عن جد، لكن عن مزح. شو سبب هالهدية بقى؟ ولا شي، بس حكيت له عن الفصل الناقص يلي عملتيه فيني لما كنت عندكم. شلون أخدتي مني الحلق؟ شلون رجعتي لي اياهم؟ قام قال لي لازم نجيب له حلق مثل حكايته ونهديها له. يسلموا إيديكي وإيدين أخي أبو حدو يا رب. لك الله يسلمك ويفرحني فيكي إن شاء الله. فهمية، مين هن هدول العيلة اللي بده يخطب شاهر من عنده؟ لا تذكريني مشان الله. بيت أبو خيرو. سعاد بنت أبو خيرو؟ سعاد ما غيره. ايه ورحتوا؟ رحنا. ولك ايه فهمية، احكي لي بقى. لك احكي. شو بدي احكي لك؟ لا احكي لك. قلعونا. شو؟ مثل ما عم قلك، قلعنا أبو خيرو. يبعت لي حمى، شلون عمل هيك؟ احكي. السلام عليكم. السلام. السلام. وين معلم شاهر؟ ما كملت الشاي تبعك؟ عندي شغل عم يحضر فيه. السلام عليكم. مع السلامة. عوضين معلم شاهر. الله معك. بالعادة أنت بتطلع من القهوة إذا شفت شاهر قاعد. هالمرة هو طلع لما شافك فايت. شو عدم بداية ترى؟ هذا مطموز مني. أوف، ليش شو صاير بيناتكم هون؟ صاير شي جديد؟ إيه. شو صاير؟ الحكي بسرك، قفشت وقفشت حياته كلها. وشلون قفشته هو؟ هذا يا سيدي باعت أمه بكل عين قوية إلا تخطب بنت من بناتي. شاهر؟ إيه. والله كتير منيح. هيك بتصفى القلوب وبصير بيناتكم مصاهرة وصلة رحم. لك شو عم تحكي يا أبو زهدي؟ بعد كل اللي عملوه فيني بدك ياني صاهرون؟ ما فشلوا؟ لا يا أبو خيرو، هي مالك حق فيها منوب، رح أزعل منك. شلون بدك ياني صاهرون بعد كل اللي عملوه فيني يا أبو زهدي؟ لك يا أبو خيرو، الجماعة مدوا إيدهم للصلح أكثر من مرة، وأنت لسعتوا قلبك معبى منهم. وصدقني ومالك يمين علي، لو إنه معتدين عليك أو مآزينك ما كنت قلت لهم مرحبا. الجماعة ما بدهم يبيعوا البيت، وأنت بتعرفهم ما بيحبوا يبيعوا شيء من أملاكهم، وهذا حقهم. أخي بالنسبة لي الشغلة شغلة مبدأ. طيب شو مبدأ؟ ما مبدأ الدنيا فانية وما حدا بياخد معه شيء. هلا رح تشيلنا من سيرتهم ولا امشي؟ لا لا، جبنا شاي تيسير. على راسي معلم. عمتك أم وضاح كانت قاعدة جنبها على التخت وهي عم تضحك ومصحصحة، ما فيها البلا ولا كأنه ضعفانة. منيح الحمد لله اللي صحصحت. ايه صحصحت بس لعمتها. هي راحت عمتها من هون، رجعت مرضت من اول وجديد. شو يعني؟ شو قصدك وفيها؟
ما قصدي شي. عبدو، امي اجت 4-5 مرات مشان تزورها وتشق عليها، وهي على قولت مرضاني ماني حسناني شوف حدا. هي اجت عمتك ما بقى فيها البلا. لك فهمت بشو قصدك؟ ما قصدي شي، بدي اياك تشوف اختك شلون عم تعامل امي. ايوه